التواصل يستمر مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مجددا مرة أخرى أيها الحفل الكريم. أعطيت إشارة البداية لشوطنا الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين مع هذه الفئة، فئة البكار، مع هذا الشوط المخصص للإنتاج. نبدأ مع هذا الشوط ونتعرف وإياكم على ما يحدث وما يسير فيه، وبدايتنا مع المركز الأول. من تتقدم هذه الأسماء؟ دمعة لراشد بن ناصر بن راشد، الجبر النعيمي، أحد ملاك الهجن المنتجين دائما وأبدا. نعم، هذا هو راعي السلالات العريقة، راعي الحصان، وكذلك أيضا المعراض والعديد من السبق التي أنجزت وأيضا أنتجت هذه الإنتاج المميز. هذا هو راشد بن ناصر بن راشد، الجبر النعيمي، مالك دمعة، من احتلت المركز الأول، من تفوقت على هذه الأسماء وفي طريقها إلى الناموس. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، هذه روعة، حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، من يتواجد راعي مبلش على المركز الثاني مع دمعة، وعلى المركز الثالث أو روعة، نعم روعة هي من تحتل المركز الثاني مع البريدي. المركز الثالث من تتواجد فيه؟ الوصول هنا من الوشكة لخالد بن محسن بن محمد بن ديلة، من يتواجد مع الوشكة مع المركز الرابع. نتابع المركز الخامس، من غيرت هذه نوف؟ راشد بن محمد بن حمد الدعية، من يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعم، للمراكز الخمسة الأولى. يلا يا جار، يلا يا جار، خليك قدام، خليك قدام يا جار العزيز. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود مع النعيمي، مع راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الأول. من يقود هذه الأسماء؟ نعم، هذا هو أبو ناصر، راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، من يقود هذه الأسماء مع دمعة. دمعة، دمعة فرح إن شاء الله، دمعة ناموس يا أبو ناصر. الله 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 الله. نعم، أحد المنتجين هنا في دولة قطر، أحد العزب المنتجة الكبرى، نعم في دولة قطر، هذه من أحد الأسماء العزب الكبيرة، وهي عزبة راشد بن ناصر الجبر النعيمي. يا سلام يا سلام، ناخذ المركز الثاني. شعار الدعية يأتي على المركز الثاني مع نوف، راشد بن محمد بن حمد الدعية يأتي ويحتل المركز الثاني والمركز الثالث. شوف اللي غيرت هذه حفلة، سعد بن عجيان بن حمد العبدة، من يحتل المركز الثالث، المركز الرابع، اللي تحتل المركز الرابع هذه شف بخيت بن متعب بن حمد المنخس المري، من يأتينا مع شف في أول نداء لها. ناخذ المركز الخامس، اللي تحتل المركز الخامس الكايدة فرج بن مسعود بن جابر المري. يا سلام، 1500 متر يا متأخرين. شوط الانتاج والمنتجين، الله على الانتاج الفاخر اللي بتسبق هذا الشوط، يسرك حال مالكها، يعني اموره تمام التمام، يعني يا سلام يا سلام. الله، 27 اسما من المنتجين في هذا الشوط، والكل منهم يطمح أن يكون إنتاجه هو صاحب ناموس المركز الأول. ولكن بنقول مع راشد بن ناصر الجبر النعيمي، ولكن شوف اللي غيرت، شوف اللي غيرت حفلة، سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة مع المركز الأول، ولكن يصل الدعية راشد بن محمد بن حمد الدعية مع نوف. نوف وحفلة، حفلة ونوف، ولكن ناخذ المركز الثالث، اللي تقدمت الكايدة فرج بن مسعود بن جابر المري تحتل المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع، اعطوني المركز الرابع يا شباب، المركز الرابع، حملة رقم 8 هذه جمايل، سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة، من يحتل المركز الرابع؟
أما المركز الخامس فيصل شعار حمد بن جار الله البريدي، نعم شعار راعي مبلش يصل ويتدخل على المركز الخامس. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا، ولكن ولكن شوف المبتكر، شوف المبتكر، يا مرحبا يا المبتكر، يا مرحبا يا المبتكر، يصل 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 يصل، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو السبق وإلا فلا، هذا هو السبق وإلا فلا. يا حمد يا حمد لا تقولها شيء، لا تقولها شيء، لا تقولها شيء، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله يا المبتكر، ما شاء الله يا المبتكر، هذا هو السبق وإلا فلا، ما شاء الله. قلت لكم، قلت لكم، قلت لكم أيها الإخوة المتابعون بأنها واصلة، نعم وهي في المركز العاشر، حتى أن وصلت ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. هذه هذه الحذرة، الحذرة الحذرة الحذرة، والله ما تستاهل العصا، ما شاء الله تبارك الرحمن. انتظروا هذا الاسم بإذن الله تعالى في قادم الأيام، وهي حذرة المبتكر علي بن حمد بن علي بن جرحب المري، هي من الأسماء التي بإذن الله تعالى مع معاصرتي لهذه الرياضة ستكون حاضرة بإذن الله في أشواط الرموز بمشيئة الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحذرة لعلي بن حمد بن علي بن جرحب المري، والنقطة الثانية للمبتكر قاطعة مسافة، وناخذ المركز الثاني سيافة لجار الله بن سعيد بن جار الله البريدي، المركز الثالث روعة لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، المركز الرابع الكايدة لفرج بن مسعود بن جابر المري، المركز الخامس وصلت في حفلة لسعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة. الحذرة هي من ألفتت أنظار الجميع، ما شاء الله تبارك الرحمن، وغيرت مجريات هذا الشوط بهذا الأداء الكبير وهذا الشكل المميز، وقطعت المسافة في زمن مقدار 6 دقائق 12 ثانية 63 جزءا من الثانية،